الأعزاء عبر فضائية نورسات وتلفزيون تيليلومير. والبداية مع العناوين. رسالة البابا فرانسيس إلى المؤمنين: رجاء العالم كله يكمن في بركة الله. جلالة الملك: الأردن مستمر في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس. المطران خريستوفوروس يقوم بزيارة رعوية لمحافظة المفرق. المطران الشوملي يبارك المناولة الأولى لأبناء رعية الإسماكية. انطلاق فعاليات بازار الرحمة السادس بتقنية أونلاين. وفيها أيضاً العقيدة الاجتماعية في الكنيسة الكاثوليكية من برنامج صباحكم نور. أهلاً بكم. في إطار تعليمه في الصلاة، تأمل قداسة البابا فرانسيس في حديثه الأسبوعي إلى المؤمنين في موضوع البركة، حيث أن رجاء العالم كله يكمن في بركة الله، فالله يحبنا ويباركنا ويريد لنا الخير دائماً، فبركة الله الكبرى لخلائقه هي يسوع المسيح. وأضاف: أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنون الناطقون باللغة العربية الذين يتابعوننا عبر وسائل التواصل الاجتماعي تعبير لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير المفعم بامتنانهم البنوي. إنهم يؤكدون صلاتهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنطلو صلاة الأبانا باللغة اللاتينية، ثم سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية، وخاصة الأطفال والمسنين والمرضى والمتعلمين. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. تأمل قداسة البابا اليوم في البركة في إطار تعليمي في موضوع الصلاة. قال: نركز اليوم على وجه أساسي من أوجه الصلاة، وهو البركة. نجد في الصفحات الأولى من الكتاب المقدس تكراراً مستمراً للبركة: بارك الله الخليقة والإنسان، والإنسان نفسه أخذ يبارك، ولكنه تحول بعد قليل وصار سبباً للشر والموت. خلق الله كل شيء حسناً جداً، وعلى الرغم من الشر الذي صنعه الإنسان إلا أن بركة الله بقيت معه. لذلك فإن رجاء العالم يكمن كله في بركة الله. الله يريد الخير لنا، يريد البركة لنا. وقال قداسته: إن بركة الله الكبرى هي يسوع المسيح، هو الكلمة الأزلي الذي به باركنا الآب عندما كنا خاطئين. ولا توجد خطيئة يمكن أن تلغي كلياً صورة المسيح الحاضر فينا. يمكن للإنسان أن يشوهها، لكنه لا يستطيع أن ينتزعها من رحمة الله. ويمكن للخاطئ أن يبقى في أخطائه مدة طويلة، لكن الله يصبر حتى النهاية، ويرجو دائماً أن ينفتح قلب الخاطئ فيتوب. لنتأمل فيما صنعه يسوع مع زكا. رأى الجميع فيه إنساناً خاطئاً، أما يسوع فرأى فيه الخير. في الواقع قبل الرحمة وتاب وتبدلت حياته. الله يحبنا ويباركنا، فلا يمكن أن يكون جوابنا إلا محبة له وبركة. الله يريد لنا الخير، ونحن لا يمكننا إلا أن نريد الخير بأقوالنا وبأعمالنا، فنبارك الله ونبارك جميع خلائقه. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية. Saluto i fedeli di lingua araba. Possa il tempo di avvento concederci il dono di amare di più il Signore Gesù e di attenderlo nella preghiera. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male. أحيي المؤمنين الناطقين باللغة العربية، ليمنحنا زمن المجيء النعمة لنزداد حباً للرب يسوع ولننتظره ساهرين في الصلاة. ليبارككم الرب جميعاً وليحمكم دائماً من كل شر.
أكد جلالة الملك عبد الله الثاني على مواصلة التصدي لأي محاولة لفرض واقع جديد أو تغيير للوضع التاريخي والقانون القائم في المدينة المقدسة. جاء ذلك خلال لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة العقبة بحضور سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد. وجدد جلالته خلال اللقاء التأكيد بأن الأردن مستمر بتأدية دوره التاريخي والديني في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس من منطلق الوصاية الهاشمية على هذه المقدسات، واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق والتشاور إزاء مختلف القضايا وبما يحقق السلام العادل والشامل والاستقرار في المنطقة. بمناسبة عيد القديسين متى الرسول وفيلومينوس الشهيد، ترأس سيادة المطران خريستوفورس مطران الأردن للروم الأرثوذكس خدمة القداس الإلهي الاحتفالي للأحد الثامن من لوقا، وذلك في كنيسة رقاد السيدة العذراء بالمفرق بمشاركة عدد من الأباء الكهنة والشمامسة وحضور جمع محدود من المؤمنين. وخلال عظة القداس استهل سيادته كلامه بالإشارة إلى أن الكنيسة عليها أن تؤكد على أبنائها حقيقة بأن يحيوا حياة المسيح في هذه الحياة، لأنه بالمسيح يكون لنا وجود وكيان فقط. إنجيل اليوم بضعنا أمام مسؤولية كبيرة، كل واحد فينا قديش علينا أنه نعمل حتى نرث الملكوت السماوي. والكنيسة وأبائها والإنجيل بيوضحوا لنا بكل وضوح إنه السيد رح يكون ديان عادل، اللي ما في محاباة، ما في أخذ بالوجوه، مين أنت وشو كنت، ما في، الكل رح نمثل سواسية أمام المنبر الإلهي لكي ندان. قديش مهم إنه نحنا نعي إنه نحن مدعوين لحياة أبدية. قديش مهم إنه نقدر تفهم أهمية التوبة في حياتنا. قديش مهم إنه ندرك أهمية الصلاة واقتناء الفضائل في حياتنا. هاي هي الكنيسة كمستشفى اللي بدها تطببنا، بدها تعالج ضعفاتنا، شهواتنا، أمراضنا، كبرياءنا، غرورنا، كل هذا الإنسان العتيق، إنسان الخطية. الكنيسة بتساعدنا حتى نتطبب، نتعالج. وقديش مهم إنه نحن نصغي لصوت طبيب نفوسنا وأسرادنا اللي هو يسوع الحلو العذب، اللي دائما حضنه مفتوح حتى يسمع كل واحد فينا. ولكن نحن لازم نكون متواضعين حتى نقدر إنه نسمع صوته. وفي ختام عظته هنأ سيادته الجميع ببدء صوم الميلاد المقدس، متضرعا من الله أن يمد الجميع بالمعونة والبركة لحياتهم. وفي نهاية القداس أقام المطران خريستوفورس خدمة صلاة النياحة عن راحة نفس المرحوم توفيق سماوي والدي قدس الأيكونومس ديمتريوس سماوي، متضرعا نحو الناهض من بين الأموات أن يغفر له ويحصيه مع الأبرار والقديسين. ليس قدوسا مثلك أيها الرب إلهي، يا من رفعت قرن المؤمنين بك أيها الصالح، وثبتهم على صخرة الاعتراف بك. أن كل الأشياء باطلة والعمر إنما هو ظل ومنام، فباطلا يضطرب كل أرضي كما قال الكتاب، فإننا حين ربحنا العالم سكننا القبور حيث يوجد الملوك والفقراء معا، فأرح إذن أيها المسيح عبدك المنتقل عنا بما أنك محب للبشر. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. بمناسبة مرور 5 سنوات على وفاة الأنبا إبراهام مطران الكرسي الأورشليمي والشرق الأدنى، تم خلال الأيام الماضية رسامة 4 كهنة جدد على يد صاحب النيافة الأنبا أنطونيوس
مطران الكرسي الأورشليمي والشرق الأدنى للأقباط الأرثوذكس في القدس، وذلك خلال قداس احتفالي مهيب اقتصر على عدد من الأباء الكهنة وذوي المرتسمين بسبب الظروف الصحية الراهنة نتيجة انتشار وباء كورونا. أسرة مكتب فضائية نورسات الأردن ممثلاً بمديرته دكتورة باسمة السمعان وفريق العمل يقدمون المباركة لصاحب السيادة المطران أنطونيوس بعمل يده المبارك ولآبائنا الكهنة الجدد. احتفلت رعية القديس ميخائيل اللاتين في بلدة الإسماكية في محافظة الكرك جنوب المملكة بمنح مجموعة من أبنائها سري المناولة والتثبيت المقدسين، وذلك بقداس احتفالي ترأسه سيادة المطران ويليام الشوملي مطران اللاتيني في الأردن، وبمشاركة الأب عماد علامات أمين عام سر مطرانية اللاتين في الأردن، والأب أكرم مشربش راعي الكنيسة، وكل من الأب إبراهيم نفاع والأب سامر مدنات والشماس الإنجيلي زعل حجازين، بحضور الأخوات الراهبات من رهبنة الوردية العاملة في خدمة الرعية هناك وعدد من أهالي المحتفلين الجدد. وفي نهاية القداس الإلهي تبادل الأسقف والكهنة التهاني الشفوية مع أبناء الرعية، ومن ثم التقطت صور التذكارية ووزعت الهدايا على الأطفال. قامت كاميرا نورسات في وقت سابق بزيارة كنيسة القديس جوارجيوس للروم الأرثوذكس في مدينة مادبا المعروفة باسم كنيسة الخارطة، وهي كنيسة رومانية أرثوذكسية وتعد من أهم وأقدم الكنائس في المنطقة. المزيد في التقرير التالي. تقع على الخط البري الممتد لمسافة 30 كيلومتراً بين العاصمة عمان ومدينة مادبا مجموعة من المواقع الدينية القديمة، لكن أبرز هذه المواقع تتركز في مدينة مادبا التي يطلق عليها في الوقت الحاضر مدينة الفسيفساء، وقد جاءت هذه التسمية لاحتضان المدينة لخارطة فسيفسائية نادرة موجودة في كنيسة القديس جوارجيوس للروم الأرثوذكس. ويقول راعي الكنيسة الأب نقول البلة في لقاء مع نورسات الأردن إن هذه الخارطة المعروفة لدى العالم أجمع تشمل بلاد الشام عامة بما فيها القدس والأراضي المقدسة، وقد تم اعتمادها باليونيسف وفي مجامع السلام العالمية كوثيقة رسمية تجسد تاريخ المسيحية في المنطقة. الفسيفساء عثر عليها أحد الرهبان وتوجه إلى القدس عندما رأى هذه الخارطة الجميلة، خارطة تقريبا تسمى بالميدل إيست أو خارطة بلاد الشام ومصر، وهذه الخارطة اليوم هي خارطة اعتمدت من اليونيسف كوثيقة رسمية، وقد اعتمدت أيضا في مجامع السلام العالمية، وقد ثبتت هذه الخارطة أراضي مصر لمصر ما بين اليهود والعرب. فالخارطة نسبة النجاح فيها والأكريت أو الدقة فيها 99%. وبالعودة إلى كنيسة القديس جوارجيوس أو كنيسة الخارطة التي تعد من أهم وأقدم كنائس مادبا، فهي كنيسة رومانية أرثوذكسية تم بناؤها عام 1896 على بقايا كنيسة بيزنطية تعود إلى القرن السادس الميلادي، يرتادها الزوار والسياح من كل بلدان العالم، وهي كنيسة عامرة تقام فيها الصلوات والقداديس وأغلب المناسبات في كل وقت. الكنيسة الآن عاملة ولا تزال نصلي فيها بكل يوم أحد وجمعة، يقام فيها الأكاليل والعزيات
والعماميد وكل ما يتطرق إليه، ولكن الكنيسة أيضا أبوابها مفتوحة للزيارة، السياحة الداخلية والسياحة العالمية. سيأتينا من كل أطواف العالم لزيارة هذا الموقع الجميل المهم بمفهوم المسيحية على خارطة الأرض الموجودة في الكنيسة. ويؤكد الأب نقولة أن مدينة مادبة الواقعة في إقليم وسط المملكة عريقة بتاريخها وأصيلة بأهلها مسلمين ومسيحيين، وأن سكانها الذين يغلب عليهم الطابع المسيحي هم مزيج من مسيحيي المملكة الذين فضلوا الإقامة فيها لطبيعتها الرائعة ومعالمها الجميلة ونسيجها الاجتماعي الفريد. الرعية في مادبا متكونة من كل أطياف هذا البلد، معظمهم جاءوا من الكرك ومنهم أيضا من الصلب، والآن في مادبا من كل شتات الأردن حسب حاجة الإنسان وقربه لعمله. أبناؤنا المؤمنين في مادبا الأرثوذكسيين أو المسيحيين عامة ما يقارب حوالي 20,000 نسمة، نصف منهم أرثوذكسة في مادبا، يدعمون مدارسنا، يدعمونا، وبيننا خلطة جيدة ما بيننا وبين أخوتنا الآخرين الإسلاميين في مادبا. نقوم بزياراتهم ويجبرهم بزيارتنا في الأعياد وغير الأعياد وفي الأفراح والأطراح. والحمد لله مادبا كباقي الأردن تحت النعيم الهاشمي الذي هو الاستقرار والمحبة والعطاء، الوطن للجميع والله لكل من يؤمن به. احتفلت الأمانة العامة للشبيبة المسيحية في فلسطين، شبيبة موطن يسوع، بعيد يسوع الملك، والذي جاء هذا العام بطريقة مختلفة نظراً لتفشي وباء فيروس كورونا. وتتويجاً لاحتفالاتها الروحية بالعيد، أطلقت الأمانة برنامجاً تلفزيونياً من حلقتين تحت عنوان لعهدك سنبقى، جرى بثهما مباشرة على قناة نورسات بالإضافة لمواقع التواصل الاجتماعي من خلال المركز المسيحي للإعلام. وخصصت الحلقة الأولى لفئة الأطفال، والتي تخللتها فقرة مسابقات شيقة شارك فيها الأطفال من شبيبة موطن يسوع عبر الاتصال على الهاتف والدخول في السحب على جوائز قيمة. أما الحلقة الثانية من برنامج لعهدك سنبقى، تم استضافة غبطة البطريرك بير باتيستيا باتسبالا بطريرك القدس للاتين، الذي أعطى 3 توصيات مهمة للشباب المسيحي، وهي الصلاة والالتزام والانتماء، معربا عن فخره بالجهود التي تبذلها الشبيبة في خدمة الشباب. تحت رعاية مجلس رؤساء الكنائس في الأردن وبتنظيم من مكتب فضائية نورسات، انطلق مؤخراً بازار الرحمة في نسخته 6 على التوالي. وقالت مديرة مكتب فضائية نورسات في الأردن الدكتورة باسمة السمعان إن البازار سيشهد طريقة جديدة مبتكرة عبر تقنيات الأونلاين بسبب الأوضاع الصحية التي فرضها انتشار وباء كورونا، حيث أنه يأتي ضمن خدمة نورسات المسكونية ومسؤوليتها الإنسانية وتجسيداً لأواصر المحبة بين أبناء الشعب الواحد. وسيقام البازار بالتعاون مع شبيبة الأردن للدراما المسيحية وبمشاركة فعاليات مختلفة من عدة قطاعات إنتاجية، ويشتمل على أشغال يدوية وهدايا ومستلزمات عيد الميلاد. بازار الرحمة هو برعاية مجلس رؤساء كنائس الأردن. إيش معنات هذا الحكي؟ معناته أنه كل فعاليات وكل العائلات الكنسية بتكون معانا في هذا البازار. فإحنا دائما نشتغل مسكونية. يعني شو معنات مسكونية؟ يعني كل الكنائس إحنا عائلة واحدة بجسد المسيح.
ففكرة البازار مثل ما لخصتها ريبيكا إنه نحن هدول الأشخاص اشترينا منهم هاي المنتجات اللي هن اشتغلوها، خصصنا مبلغ معين، وإن شاء الله مع الرعاة السبونسرز اللي بيقدروا هلا كمان يدعمونا من خلال هذا البرنامج قدرنا نشتري هاي المنتجات مشترى ودفعنا حقها للعائلات اللي اشتغلتها وأخذناها. وربكة مع شبيبة الأردن للدراما المسيحية هن شركائنا دائما في بازار الرحمة، فإحنا بنوجه لهم كل التحية. عادي أول سلة بازار الرحمة، فإن شاء الله تكون من نصيب شخص يقدر شغل نورسات ورسالة نورسات الإعلامية إنه نقدر نروجها ونروج كل الأسلال. نحن تقريبا سوينا بحدود 25 سلة أوريدي جاهزين، فرح يكون في خلال هذا العمل صفحة خاصة باسم بازار الرحمة السادس، رح نشير الصفحة على نورسات هلا مع البرنامج على اساس تدخلوا عليها وتعملوا لايك على الصفحة. فالسلال رح تكون كلها معروضة بصور بصور للسلة ومحتوياتها، وكل سلة قديش ثمنها. طبعا في سلات حقهم 15 دينار، سلات ب 20، سلات ب 25، سلات 30، 35، يعني لا حد 100 دينار فينا في رح يكون في سلال حسب الطلب. يعني بالمبلغ هاي السلة بالمبلغ اللي انتو راصدينه او حابين انكم انتو تشاركوا فيه. هاي السلة حقها 25. نعم شو فيها؟ شوكليت وفيها كريسماس تيشوز وفيها اورنمنتس. نعم وفيها قنديل صغير شغل يدوي تطريز. وبينت السمعان ان مكتب نورسات في الاردن يقيم هذا البازار للمره السادسه كمبادره رمزيه هدفها تقديم العون والمساعده للعائلات المتعففه، حيث يذهب ريعه الى دعم رساله نورسات الاعلاميه ومساعده العائلات لاعاده جزء من الدفء لبعض الاسر المحتاجه وإدخال فرحة العيد إلى بيوتهم. بإجماع القيادات الكشفية في الأردن التابعة لمطرانية الروم الملكيين الكاثوليك، صادق كير جوزيف جبارة رئيس أساقفة باترا وفيلادلفيا وسائر الأردن للروم الملكيين الكاثوليك على انتخاب القائد طارق مسلم القائد العام للكشافة في أبرشية الأردن مندوبا لدى لجنة الشبيبة البطريركية والتي تتخذ من لبنان مقرا لها، ممثلاً عن الحركة الكشفية في المملكة، وذلك بحضور قدس الأب المرشد العام للكشافة غالب بواب. مكتب نورسات الأردن ممثلاً بمديرته الدكتورة باسمة السمعان يتقدم بالتهنئة الصادقة للقائد مسلم، طالبين له من العلي القدير النعمة والبركة وأن يحفظ شعب الرب في كل مكان. بالتزامن مع انعقاد مؤتمر العقيدة الاجتماعية في إيطاليا، سلط برنامج صباحكم نور الذي تقدمه وتعده الدكتورة باسمة السمعان بمرافقة روحية من الأب جورج شرايحة الضوء على تعليم الكنيسة الأخلاقي والذي تتفرع منه العقيدة الاجتماعية في الكنيسة الكاثوليكية، حيث استضاف البرنامج في حلقته لهذا الأسبوع الأب نايف سمعان رئيس دير الأباء البوليسيين في حريصة لبنان والأب القاضي مودي هنديلي كاهن كنيسة مار الياس في جبل الحسين. وقد ربط الأب سمعان بين الواقع الاجتماعي في زمن تفشي كورونا وبين حضور الكنيسة الاجتماعي في زمن أصبحت فيه بيوت كل المسيحيين كنائس مصلية بحسب تعبيره. كما تسلسل الأب هنديلي تاريخيا بالحضور الاجتماعي الأخلاقي للعمل الرعوي وشفاء جروح المتألمين، عارضا خبرته الروحية في المحكمة الكنائسية خلال السنوات العشرة الماضية. فإلى هناك الكنيسي دكتورة باسمة وأبونا جورج، الكنيسي هي ليست غايبة عن المجتمع، هي من ضمن المجتمع. والكنيسي ليست بناء، الكنيسة هي بشر، هي إنسان، والإنسان عنده حقوقه، والكان كانت كنيسي يعني كان من ضمن الكنيسة من ضمن السلك الكنسي أو كان إنسان علماني. كلياتنا بموقعنا نمثل كنيسة كبيرة أو صغيرة بحسب إيماننا وبحسب انتمائنا للرب يسوع، كل واحد بانتمائه. كلياتنا سواء منشكل
هالقيمة الإنسانية يلي الرب وجدها وعم تخلع شوي شوي من المجتمع بسبب ظلم معين. والكنيسة لا يجوز أن تصمت بهذا المجال، لأنه هي تتألم أيضا لأنها شخص اعتباري يرأسها إنسان، والمرؤوسين فيها هم بشر كلهم سوا مخلوقين على صورة الله، وفي عندهم حقوق، في عندهم كرامة، في عندهم عدالة. مفروض الكنيسة وحتى الدولة تعطي لكل إنسان حقه وكرامته. هالشي هيدا يلي بيميز الإنسان المخلوق لأنه على صورة الله، بيمتاز أنه في عنده حقوق وكرامة مفروض أنه يناله بحياته على هالأرض، وما حدا بيحق له يسلبه إياه. نعم أبونا، احنا كثير اليوم سعداء وبتطل علينا من هالواحة الإيمانية، يعني دير الآباء البولسيين في حويصة المكان الأجمل اللي قضينا فيه أحلى سنوات الدراسة. أنت ابن الدائرة أبونا جورج، أنت ابن الدائرة أبونا جورج. طبعا نفتخر ونعتز يا أبونا بهذه الكنيسة اللي فعلا هي متحف، مش كنيسة، هي متحف ومزار في آن معا. ويعني قديش خلية نحل دائما العالم فيها، فكيف هلا مع هاي الظروف؟ أعتقد إنه حسيته كمان إنه الحركة شوية بالكنيسة خفت، صحيح؟ خفت، شيء طبيعي أبونا، شيء طبيعي بسبب المرض. حياة الإنسان غالية عليه كتير، وغالية علينا كمان. نحن إذا في صلاة بدها تعمل مشكلة، بدها تعمل أزمة صحية للناس، لا، ربنا عقله كبير وبيعرف أنه منقدر نصلي له وين ما كان. نسكر بيوتنا ونقعد بزوايا بيوتنا ونصلي، ربنا بيسمعنا. منحول بيوتنا لكنائس أبونا جورج. نعم صحيح. لأنه ربما هيدي كمان يمكن إيجابية، أنه زربتنا بهالبيوت يمكن لحتى نقدر نحول بيوتنا لكنائس صغيرة، وهيدا أفانتاج لألنا. تحولت الكنيسة الكبيرة هالبازيليك عنا لبيوت صغيرة، تحولت لكنيسة صغيرة. وأنا بموقعي كخوري رعية عم باخد مناولي تقريبا أسبوعيا بين منطقة درعون وحريصة وبزمار وهالمنطقة اللي أنا مسؤول عنها، امتدادنا إلى منطقة جوني وأدمى وغزير، هالمنطقة اللي كنت مسؤول عنها أنا من سنتين قبل ما أطلع على حريصة. بعدني على تواصل، وين ما فوت ومعي المناولة معي جسد الرب، منصلي 5 دقائق أحيانا 10 دقائق قبل ما نعطي المناولة. ربما هذا كمان اللي كانوا يجوا على الكنيسة لعند يسوع، صار يسوع يزورهم ببيوتهم، ونحن بحاجة إنه الرب يزورنا ببيوتنا. بس علينا أن نفتح بيوتنا لاستقبال الرب. يمكن هيدي صفة، نحن منحب نصلي بالكنيسة طبعا لأنه الكنيسة هي بيت الله ومكان يلي بيلتقوا فيه المؤمنين الأصدقاء الأخوة مع بعضهم البعض. في ألم بعدم لقائنا أكيد، ولكن في فرح ولو كان مبطن أو صغير بتحويل هالبيت إلى كنيسة صغيرة بيلتقي فيها العيلة مع الرب يسوع والعذراء مريم. الكنيسة اليوم بدها توجه رسالة لكل مؤمن مسيحي، بدها تذكرهم بأنه دعوة السيد المسيح للمحبة، المحبة لا تجف ولا تصنع ولا تشترى، والمحبة مجانية. ومع مين؟ مع محبة القريب واحترام شخصية الآخرين وخدمته. فتعليم الكنيسة الاجتماعي اليوم بذكرنا، وخاصة باقتراب عيد الميلاد، زيارة المرضى، إطعام هالجياع، تقديم مساعدة للإنسان. وفي عبارة جميلة، إسعاد اليائسين. وأيضا بزمن هالكورونا نترك القسوة الإنسانية ونتجه نحو رحمة الله اللامتناهية. فاليوم تعليم الكنيسة واضح، حتى يعني نمتلك قلب حنون لا يخجل ولا يجرح ولا يلوم ولا يوبخ، نمتلك هالقلوب اللي بتصنع الخير. فبكل فترة من الفترات نشوف الكنيسة تعيد النظر
بالصياغة التطبيقية للتعليم الكنيسة الاجتماعية، حتى ما يكون الإنسان قاسي في تعامله، حتى ما يكون الإنسان يعتبر الشخص الآخر شيء مش إنسان. فاليوم هذا البعد اللي عم تطلبه منا الكنيسة على لسان قداسة البابا وعلى لسان الأساقفة والكهنة. نعم أبونا، حضرتك ناشط اجتماعي، يعني اعتدنا خصوصا في زمن الميلاد حفلة البابا نويل بيكونوا بالمئات الأشخاص عندك على المدرج السنة الماضية لما حضرناها، توزيع المواد والنشاط الضخم المكثف في هاي الفترة، ما بعرف مع الجائحة رح تستطيعوا تعملوا إشي للأطفال؟ رح تكون الكنيسة كالمعتاد ولا كيف رح تعملوا؟ أبونا يعني هالسنة وزي كل سنة في آية جميلة لنبي أشعيا يقول ها أنا ذا يا رب إني مستعد أرسلني. أمين. يعني بالعكس الكنيسة اليوم تبرز في وقت التحدي، يعني قوة وعظمة الكنيسة وقوة الإيمان المسيحي وقت تجارب ومحن يسوع المسيح. بالعكس يعني في قلب كورونا نستطيع إنه نستمر بهذا العمل ولكن بعدد قليل، يعني مش بالمئات، نستطيع إنه نوزع، نستطيع أن نعطي فرح، ونستطيع أن نكون رسالة للكنيسة الشاهدة للمسيح، ونستطيع أن نعلن بشارته الخلاصية لجميع الناس بكل بساطة. يعني لأنه اليوم بالميلاد أجمل رسالة هي إنه نوصل حقيقة الإنجيل ونحول حركة القلب نحو الله. فكما يقول يسوع كما جميل. أرسلني أبي أرسلكم أنا أيضا، اذهبوا إلى العالم أجمع واكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها. آمين يا أبونا. إلى هنا مشاهدينا وصلنا إلى نهاية نشرتنا، وقبل الختام هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. جلالة الملك، الأردن مستمر في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس. انطلاق فعاليات بازار الرحمة السادس بتقنية أونلاين. القائد الكشفي طارق مسلم مندوباً للجنة الشبيبة البطريركية. الأمانة العامة للشبيبة المسيحية في فلسطين تحتفل بعيد يسوع الملك. حتى نلقاكم أعزائنا، طابت أوقاتكم ودمتم بخير.